الرئيس النهاردة عمل اجتماع مع رئيس الوزراء ومع محافظ البنك المركزي وبحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل والمالية والتموين ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. نعرف إيه اللي حصل في الاجتماع ده من معالي السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا. النهاردة كان في نشاط كبير مجلس الوزراء، سواء اجتماعه مع الرئيس أو اجتماع مجلس الوزراء النهاردة بخصوص الاستعداد لشهر رمضان والسلع الغذائية ويعني قصة التموين كمان. فنتكلم الأول إيه اللي الرئيس وجه به خلال اجتماعه مع المجلس وترجمة ده على أرض الواقع يا فندم. طبعا بيبقى في يعني اهتمام متواصل بكل ما يتعلق بالمواطنين فيما يتعلق بسواء ضبط الاسعار، توفير الكميات، كميات مناسبه قبل شهر رمضان وخلال طول الفتره. والحقيقه احب اوجه اقول انه كان في اجتماع يمكن الاسبوع الماضي تم الاعلان عنه بخصوص شراء كميات من الدواجن واللحوم. كان رئيس الوزراء وجه بشراء كميات اضافيه لتوفير حاجه المواطنين والحفاظ على مستويات الاسعار في خلال الفتره القادمه. من ناحيه اخرى في اليوم كان هناك ايضا اجتماع مهم للجنه الخاصه بتنقيه البطاقات، وكان في مراجعه لموضوع التنقيه وحث المواطنين على ان يكون في اهتمام بالتوجه لمكاتب البريد لتحديث البيانات، لانه في يمكن مهله لحد 30/6 للساده المواطنين انه يتم مراجعه بياناتهم. احب اقول اوضح انه اي مواطن يتوجه لاستلام حصته من المواد التموينيه ويظهر له رساله باللون الاحمر انه هناك حاجه لتحديث البيانات، فده معناها انه بياناته لدى قاعده البيانات اللي الحكومه مؤخرا غير مكتمله او غير صحيحه، وبالتالي هناك حاجه يعني ماسه وملحه. بس هيصرف عادي بيانات. بس هيصرف عادي، بس عادين ان هو يصح بيانات ماشيه بشكل مستمر لحد 30/6. ايوه فهمت. ولكن بعد 30/6 هيكون في اجراءات مختلفه، فعشان كده احنا بنهيب بالساده المواطنين انه لحد 30/6 التوجه يعني بتحديث بيانات والتحقق من ان بيانات مكتملة وصحيحة، ما فيش أي مشكلة في بياناتهم لدى مكاتب التموين. هو كل مواطن حاليا عنده هذه الرسالة هيقدر ياخد من مكتب التموين ظرف في استمارة تحديث البيانات، ويستطيع أنه يرسلها إلى وزارة التموين من مكاتب البريد مجانا بدون أي رسوم، وده تسهيلا للمواطن أنه يحدد بياناته في الموقع المحدد. طيب معالي السفير، معلش ارجع لضبط الاسواق. حضرتك قلت لي انه هيكون في استيراد لكميات كبيره من اللحوم والدواجن استعدادا لشهر رمضان. الكميه دي تقدر تغطي السوق، هتكون مقدمه، هيتم ضخها في المنافذ. طيب الاسواق بشكل عام برضو والمغالاه اللي بتحصل مع قرب شهر رمضان، ازاي هتشتغلوا على ده يا فندم؟ بالتاكيد هو في يعني في توجيهات للوزارات المعنيه استيراد هذه الكميات بشكل فوري وانها تكون متوفره في الاسواق. الهدف انه طبعا مع حدوث شهر رمضان وبشكل عام ده توجه ثابت للحكومه ان الاسواق يكون فيها كميات متوفره من اللحوم والدواجن، ويبقى اسعار تكون اسعار مناسبه للمواطن العادي. ده توجه مستمر الحكومه حريصه عليه بشكل عام كاحد الاليات لضبط الاسعار في الاسواق، والاهم من كده ان تكون السلع متوفره بالشكل المناسب. من ناحيه طبعا الثانيه احنا عارفين انه بصفه مستمره في حملات بتقوم بها الجهات المعنيه للاسواق، بيكون في ضبطيات، بيكون في بنعلن عندها بشكل سريعا. وطبعا اليات توزيع المنتجات بتبقى مختلفه، احيانا بيكون في منافذ متحركه يتم زيادتها في المناطق الاكثر احتياجا. شكرا جزيلا معالي السفير اشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشكر حضرتك. هنروح